السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع متابعي القناة ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن في هذا الخبر العاجل الذي ورد قبل قليل من وزارة الخارجية المغربية، حسب هذا البيان فإنه تقرر قطع العلاقات مع دولة ألمانيا بسبب وجود سوء فهم كبير من دولة ألمانيا فيما يخص ثوابت أو قضايا مهمة تخص المملكة المغربية. وطبعا لم يذكر البيان التفاصيل، ولكن يمكن أن نستنتج أن الأمر يتعلق بتطاول ألمانيا على الصحراء المغربية، أو تصرف أو سوء فهم، أو يمكن أن نؤول هذا الأمر إلى العديد من الأمور، ولكن بشكل عام الأمر متعلق بالصحراء المغربية. هذا التصرف من وزارة الخارجية أو من الدبلوماسية المغربية جاء مباشرة بعد تصريحات وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة، الذي يعني قال فيه للدول الأوروبية بالحرف بأنكم عليكم أن تأخذوا يعني موقف جدي وموقف يعني يكون رزين من قضية الصحراء المغربية. وقال أيضا أن الدول الأوروبية عليها أن تنسى تماما قضية أو منطق تصرف الأستاذ مع التلميذ الذي تتخذه الدول الأوروبية تجاه بعض الدول الإفريقية أو الدول الإفريقية بشكل عام. على كل يجب أن نوضح نقطة مهمة جدا، الصحراء المغربية هي خط أحمر، ولن نسمح لأي كان ولأي دولة أو أي طرف أو أي جهة أن تتطاول على هذه القضية، لأن هذه القضية هي من ثوابت الأمة المغربية، ونحن أيضا لن نسمح بأن يتم التطاول على قضايانا وعلى ثوابت الأمة المغربية بدون أن يكون هناك تصرف من الدبلوماسية المغربية. نحن نحيي الدبلوماسية المغربية على هذا القرار، وندعم الدبلوماسية المغربية على هذا القرار، وأي دولة في العالم تتطاول على ثوابت الأمة المغربية يجب أن يكون هناك رد حازم. وهذا يذكرنا في سنة 2016 حينما تم قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بشكل كامل، وبعدها مباشرة الاتحاد الأوروبي عاد وانبطح للمغرب ووقع اتفاقية الصيد البحري تشمل الصحراء المغربية. هاد الناس هذه اللغة اللي كيعرفوا اللغة ديال أنك تخرج فيهم العين الحمراء، هادشي اللي كيعرفوا. على كل نحيي وزير الخارجية ناصر بوريطة والدبلوماسية المغربية التي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. الصحراء المغربية وستظل المغربية إلى أن يرث الله هذه الأرض، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.